السلام عليكم. انا الري ديالي الفرنسيه والعربيه، ما يمكنناش نتبعوا غير الفرنسيه ونخليو العربيه، ولا نتبعوا العربيه عاد نخليو الفرنسيه. يعني انا بالنسبه لي انا مزيانه على حسابي، الا كان الدراري غيتعلموا فرنسي ولكن يقراو يكونوا شي اساسيات مزيانه اللي قريو، ماشي استاذ يجي ما يقريش ويقول لك راني كنقري. هاد القضيه باش يحيدوا، حنا مسلمين ومغاربه خص ديما العربيه، والقران في العربيه، ما يمكنناش غنرجعوا الفرنسويه. هي الفرنسويه سي لا دوزيام لونغ لي تنبغيو حنا تنهضروا فرنسويه عربيه، واني لا بدا خصها تبقى العربيه ديما هي الاولى. يعني كتقرا العربيه من صغرك كنت كتقرا فيها، ومني كتبغي تخدم السي في ولا الاخر كديرو بالفرنسي؟ لا يعني شاف فرنسي خاصو يديرو من تحت داير باش بنادم يطلع مزيان، اما شاف الفرنسي خلو شال باك بنادم ما غيفهمش من طبيعه الحال. والرأي ديالي كيبقى اللغه الفرنسيه خاصها تدخل حتى هي في المنظومه التعليميه، ماشي كلغه باش تقرا في الماس تقرا في الفيزيك، يعني بلا ما نطلعوا لافق نلقاو صعوبات اخرين اللي تواجب تعرف واش تقرا تفهم اللغه ولا غادي تعرف هذاك الشيء غادي تفهم الماس ديالك ولا الفيزيك. التلميذ باش نقريو ما نقريوش 20 ماده ياك يبقى يقرا فيها، نعطيو غير المواد الاساسيين. اولا نعطيو الفرنسيه اللي مادة أساسية، نعطيو لونجلي اللي مادة أساسية، نعطيو شي اللغة اللي غادي يتعلمها وغيخدم بها من بعد. ولكن باش غنحيدو العربية ونرجعو فرنساوي راه ما يمكنش. ودابا أي طابليسمون الخدمات تيطلبوا غير الفرنساوية، ما تيطلبوش العربية. شنو غتعطينا هاد العربية باش نقراها أنا ونقراها؟ يعني نقراو الناس شي حاجة اللي غتخدم، المات، الفرنسي، مواد أساسيين، معيهم، فهمتيني؟ يعني خاص مسارات التغيير كلها. ايوا غيتم غادي الطفل شاد شكاره فيها 20 ماده و20 مقرر، عطيه غير مقرر واحد يبقى مادابتي عليه تيكبر.